جميلة، شايفين الطراوة بتاعتها، شايفين الأرضية بتاعت البيتزاية، الله جميلة، والريحة بتاعتها جميل، شايفين البيتزاية بقى جميلة ازاي من فوق اهي من تحت، الأرضية بتاعتها جميلة جميلة. اتفضلوا بقى بالهنا والشفا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. هنعمل مع بعض النهارده بقى ميني بيتزا، بيتزا صغيره كده في الحجم كده. انا عندي العجينه اهيت، عجنتها اهيت، نص كيلو دقيق، عليه معلقه كبيره خميره، ومعلقه سكر، ومعلقه صغيره بيكنج بودر، وخمس معالق زيت. ولما خمرت معايا اهيت سهله جدا، هبتدي بقى احشيها. جهزت لها الحشوه، عندي الصلصه جهزت لها الصلصه، ثوم مفروم حمرته في شويه في معلقتين زيت، وحطيت عليه الطماطم المصفيه ومعصوره بعد ما الثوم اتحمر بنص تحميره كده، يعني ما تحمروش قوي. هنحط عليه الطماطم وشويه ملح وفلفل وكمون ومعلقه صغيره زعتر. لحمه مفرومه هتعصجيها عادي جدا، نجيب بصلايه كبيره وهنجيب حوالي ربع كيلو لحمه، وتحطيه وتحطي بصله كبيره وتقطعها حتت صغيره كده، وحته وقرن فلفل صغير، وطماطميه صغيره، وشويه ملح وفلفل، ومعلقه ثوم. ولما تستوي معاك على النار اهي وتتعصج هتطفي عليها. وعندي شويه جبنه، جبنه ميكس، جبنه جبنه موزاريلا، جبنه رومي، جبنه شيدر. عندي شويه فلفل متقطعين قطعه، عندي زيتون متقطع كده، عندي طماطم. هاي العجينه اهي معايا بقى اهي، هقطعها حتت قطع بقى صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، اولها بقى كور صغيره كده عشان ابتدي افردها. بسم الله الرحمن الرحيم، عجينه خمره وجميله اهي وسهله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اقطعها بقى كور صغيره اهي، نجيب شويه زيت. عايزه تكبريها كده، تكبريها وتعمليها كلها. مش بسم الله الرحمن الرحيم، لحمه جبنه اي حشوه، سيبها باللحمه المفرومه جميله اوي. جربها كده بس هتعجبك جدا. اعملوا بقى لايك وشير واشتراك للقناة. عشان يوصل لكم مني كل جديد. بس كده، وهدخلها على الفرن. هعمل الاتنين التانيين برضو زيها، هحط عليها الجبنة. ندخلها على الفرن، شكلي بقى زي ما انت عايزه تنوعي، تشكلي. طلعت طماطمايه في النص كده، طماطمايه صغننه كده في النص، شويه زيتون، فلفل احمر، فلفل اخضر، زي حاجه عندك بتش تلاجة هاتي وحط.
جميلة. شوية جبنة بقى عليها، شوية جبنة وزريلا.